تمكنت عناصر الأمن أمس ثلاثاء بمدينة الداخلة من العثور على الطفلة السعدية الفهيم، وهي التي غابت عن منزل والديها مدة 16 يوما. وبهذا تكون السلطات الأمنية بالداخلة قد فكت لغز اختفاء التلميذة السعدية التي تتواجد حاليا تحت المراقبة الطبية لتعيد وبفضل مجهوداتها الجبارة البسمة إلى أسرة الفهيم ولأصدقاء الطفلة المشهود لها بالأخلاق الطيبة والاجتهاد الدراسي. وكان موقع الداخلة 24 قد نشر خبر اختفاء التلميذة بتاريخ 12 دجنبر 2016 بعد خروجها من منزل أسرتها في حدود الساعة 9 مساء حسب ما صرحت به والدة الطفلة.